محافظ صلاح الدين يلتقي وزير الداخلية في سامراء لتأمين أجواء ومتطلبات زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. السوداني يشكو التشويش السياسي على خطط الحكومة بمحاربة الفساد ويدعو إلى تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات. بارزاني ورومانوسكي يناقشان انتخابات الإقليم ومستقبل التحالف الدولي، واعتقال المكفلين بسرقة القرن قبل نشرة الانتربول الحمراء. الأوقاف النيابية تلوح لإعادة قرعة الحج بعد تأشير مخالفات، والكشف عن 30,000 موظف أمي في العراق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من سامراء، أهلا بكم. حيث استقبل محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقر قيادة عمليات سامراء في إطار التنسيق الأمني لتأمين زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وعقد المحافظ ووزير الداخلية اجتماعا أمنيا موسعا بحضور كافة القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين الزيارة. تم خلاله استعراض الخطط الأمنية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الأمنية لضمان نجاح الزيارة. وأكد الفحل سعي والتزام الحكومة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لضمان إنجاح الزيارة، وأن هناك استنفارا أمنيا خدميا لدوائر المحافظة لتعزيز قدرة القوات الماسكة للأرض على أداء واجبها في حماية المواطنين والمراقد الدينية. هذا اليوم حضرنا إلى قيادة منطقة سامراء، أنا وبصفتي الأخ رئيس اللجنة الخدمية، وكذلك حضور السيد محافظ صلاح الدين وكل القيادات في وزارة الداخلية. الحضور هو الاطلاع على تفاصيل الخطة الأمنية والخطة الخدمية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام اللي راح تكون خلال الأيام القادمة. بدأت الآن طلاع الزائرين بالتوجه إلى قضاء سامراء. استمعنا إلى خطة متكاملة قدمها السيد قائد منطقة سامراء وكذلك مقام سامراء، أوعزنا بتعزيز القيادة من كل موارد وزارة الداخلية من الوحدات حفظ القانون وكذلك وحدات مقاتلة، وكذلك الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة بخصوص تسيير جهد جوي استطلاعي مستمر. أيضا عمليات التفويج العكسي أسندناها بعدد كبير من الباصات من قيادة قوات الشرطة الاتحادية وباقي القيادات. هناك تواجد مستمر لقائد قوات الشرطة الاتحادية وكل موارد القيادة في لإسناد هذه المناسبة. كذلك حضور الأخ رئيس اللجنة الخدمية أسهم في حل كل المشاكل اللي تعاني منها المنطقة، بالذات يعني قضاء سامراء في موضوع زيادة الكهرباء وغيرها راح يتحدث عليها. عموما الخطة الأمنية عدت بشكل صحيح، راح تنفذها قيادة منطقة سامراء بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وكل الأجهزة الأمنية الموجودة، إضافة إلى وجود خطة استخبارية، خطة مراقبة تشرف عليها وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية. هل سنشهد خطة أمنية أو خطة عسكرية بعد أن أصبح الملف الأمني للوزارة الداخلية في سامراء؟ لا، بالتأكيد إحنا هذه الزيارات نطمح إلى أن تكون خطة أمنية متكاملة بعيدا عن العسكرة، والعسكرة تكون خارج المدينة باتجاه المناطق اللي بيها تهديد و قد تتواجد بها مفارز من بقايا داعش الإرهابي، لكن احنا يعني كل الاحتمالات واردة ونحسب حسابنا لأدق التفاصيل. نعم، حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء استمرار العمل من بعد الزيارة الأربعينية بالخطة الخدمية والخطة الأمنية، استمرنا من بعد ذلك في ذهبنا للنجف الأشرف لزيارة استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك جئنا الآن لا سامراء. ملف الخدمات اللي عندنا ملف الكهرباء، ملف النفط والصحة والنقل وكذلك الملف البلدي. استمعنا كل ما تحتاجه الزيارة في هذا الملف، ملف الخدمات في كل القطاعات، وراح نوفر كل ما مطلوب إن شاء الله، وإن شاء الله يبدأ العمل بأسرع وقت ممكن في هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر دولة رئيس الوزراء لدعمه لنجاح الزيارة.
زيارة الإمام مرقد الإمامين العسكريين، ونشكر معالي وزير الداخلية. هناك عدة خطة أمنية وخطة خدمية وإدارية في سامراء. الحمد لله كل النواقص اللي كنا مشخصينها باعتباري رئيس لجنة أمنية ومشرف على الخدمات خدمات سامراء، اليوم في بوجود رئيس اللجنة الخدمية ومعالي وزير الداخلية أوعز بإنهاء كل هذه الملفات ودعم الأمور اللوجستية لكل المدراء في شرطة سامراء. الحمد لله اليوم عندنا الشرطة الاتحادية كفوة أن تمسك جميع القواطع في سامراء، وأثبتت وجودها في قبل يعني شهر أو شهرين هناك تعرضين واستطاعوا أن يدمرون مفرزة من الإرهابيين. وتتجه قوافل الزائرين مشيا على الأقدام صوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فيما تمتد المواكب الحسينية على طول الطريق لاستقبالهم، وتصادف ذكرى شهادة الإمام يوم الخميس المقبل 8 من ربيع الأول الموافق 12 من أيلول. وفي السياق، بدأت القوات الماسكة للأرض عمليات استباقية لتأمين المناطق المحاذية لطرق تنقل الزائرين، فيما أشار مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان إلى إكمال كافة الاستعدادات لاستقبال زوار سامراء خلال الأيام المقبلة من خلال نشر عشرات المفارز وسيارات الإسعاف على طول طريق الزائرين من بغداد إلى سامراء. وفي الواجبات الحكومية المباشرة، تعهد محافظ صلاح الدين لوفد من عشائر ناحية يثرب بمعالجة احتياجات المواطنين والمشاريع المتلكئة، بالإضافة إلى ملف منطقة تل الذهب وعودة سكانها إلى منازلهم بعد المصالحات المجتمعية. وشدد المحافظ على أهمية دور العشائر في تعزيز السلم الأهلي ومساندة أجهزة الدولة في تأدية واجباتها، مشيرا إلى أن النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة يعد من أولويات الحكومة المحلية. وفي السياق، وجه المحافظ مدير بلدية تكريت لإجراء كشف فني شامل لكافة الطلبات المقدمة من وفد أهالي حي الديوم لتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة، فيما أكد لوجهاء منطقة سلمان في قضاء الشرقاط تلبية مطالبهم ضمن أولويات الحكومة المحلية على رفع مستوى الخدمات لجميع المناطق. وفي قضية تتفاعل مجتمعيا وأمنيا، أكد مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان اتخاذ كافة الإجراءات فور علمها بحادثة مستشفى العراق الأهلي من خلال فرقها التحقيقية، فضلا عن أن الموضوع برمته لدى القضاء والجهات الأمنية للتحقيق به وكشف ملابساته. في الوقت ذاته بيّن أنه وجه فرق الصحة العامة لعمل مسح ميداني في يثرب بعد عدة شكاوى بوجود فيروس الكبد الفيروسي، مشيرا إلى أن الفرق ستعمل خلال أيام للمسح الميداني لمعرفة صحة الادعاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي متهربة من المسؤولية، بس احنا دائرة الصحة هي دائرة حكومية تابعة إلى وزارة الصحة. وزارة الصحة هي من مسؤولياتها هي المؤسسات الحكومية، الغير حكومية هي مؤسسات تابعة إلى مستثمرين، تعتبر مؤسسات خاصة. من واجب وزارة الصحة ودائرة الصحة هي متابعة كل الأمور الفنية والرقابية في المستشفيات الخاصة. طبعا من يعني وصلتنا أول معلومة يعني من لحظاتها تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة أحد يعني أطباء الاختصاص أطباء أطفال، ووصل إلى الموقع الحادث في مستشفى العراق الأهلي في قضاء بلد، وتم إجراء التحقيق. الموضوع كان عند هيئة مديرية الأمن الوطني وبرئاسة قاضي تحقيق يعني من أنزه وأكفأ القضاة الموجودين في محافظة صلاح الدين، وتبنى الموضوع. الآن تقريبا التحقيق وصل إلى مراحل النهائية، الآن موضوع بيد القضاء، وإحنا شي قرر القضاء إحنا بكل تأكيد نتبع القضاء العراقي العادل. المرض اللي حسب الادعاء انه داء وباء الكبد الفيروسي، داء الكبد الفيروسي في ناحيه يثرب، الارقام اللي وصلتنا او اللي هم تم تداولها ارقام يعني كبيره جدا،
وأرقام غير دقيقة أو غير صحيحة. احنا شكلنا يعني فرق طبية تقريبا أكثر من 5 فرق جوالة راح تقوم بهذه الفرق بجولات مسح ميداني ابتداء من يعني الأسبوع القادم. هذه الفرق الجوالة راح تجري فحوصات كاملة للداء الكبد الفيروسي والفحوصات الفيروسية الأخرى الأيدس وما شابه ذلك. أي تطلع اللي تطلع عنده سالب مباشرة راح نسوي له يعني ننطي اللقاح، وطلبنا أكثر من 5000 جرعة الآن موجودة عندنا، وطلبنا جرعة إضافية من وزارة الصحة ليتم تلقيحات. طبعا اللقاح ينطي مناعة لمدة يعني مدة يعني عدد سنين، كل يعني أكثر من 5 سنوات يصل إلى 10 سنوات مناعة كبيرة. إن شاء الله ابتداء من السبت المقبل راح تقوم فرقنا الطبية بإجراء جولة كاملة في كل قرى ناحية يثرب في الأماكن اللي تم تأشيرها من قبل المسؤولين في يثرب. وفي ملف يجمع بين احترام ضوابط السير وحماية أرواح سالكي الطريق، حظرت مديرية المرور في جنوب صلاح الدين سائقي المركبات من نصب كاميرات مراقبة لضبط السرعة على الطريق الرابط بين منطقة شيخ جميل في قضاء دجيل وسامراء، والطريق الرابط بين سيطرة شيخ إبراهيم وصولا إلى قضاء سامراء، وأشارت إلى غرامات مرورية وملاحقات قانونية بحق المخالفين، موجهة النصح للجميع لاحترام حدود السرعة المقررة والحد من الحوادث بكافة خسائرها البشرية والمادية. وفي ملف الحقوق، طلب جرحى وزارة الداخلية بصلاح الدين خلال وقفة احتجاجية أمام دائرة هيئة تقاعد المحافظة بحقوقهم في الخطورة أسوة بباقي المحافظات، كما أكدوا تأخير استلام قطع الأراضي منذ 2015 مناشدين الجهات المعنية التدخل لإنصافهم وتثمين تضحياتهم في الدفاع عن العراق وشعبه. احنا منتسبين وزارة الداخلية مصابين بالنسبة الحقوق، ما ان كل حقوق لا قطع اراضي لا خطورة، يعني كلها الحقوق ما ان كل الجرحى زين. احنا هذا انصافنا، هذا دمائنا اللي مثل ضحينا للبلد هذا، يعني هاي يجازون الدولة، فهذا اسأل مبتر اثنين وهذا المبتر طرف، وهذا اني اسأل على وشك همينة، يعني مهدد بتر زين. هاي انجازات الدوله جازينا بها، فاحنا هسه ناشد من الدوله ان هذا المدير التقاعد لو يغيروه لو يسوون لنا صوره حل. يعني هذه صار كم مره نجي استاذ؟ هذه المره الخامسه انا زين، نجي نطالب وما احد يعطينا كلام المضبوط وكلها مواعيد كاذبه. يعني شو طالبون اليوم؟ احنا الخطوره كل المحافظات انشدت من 60 فما فوق الا صلاح الدين بقت. محافظات شدت من 60% وما فوق الخطوره، بس تقاعد صلاح الدين غاضب علينا. نريد نعرف شنو السبب؟ ليش احنا احنا اللي وقفنا الدوله؟ صلاح الدين سقطت كلها، احنا بجراحنا، بالشهداء، بدمنا، هاي الشباب كلها ذبح، ضحينا من اجل البلد غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى، ولحد الان شو يصير على البلد احنا نوقف. ماكو غيرنا اللي يوقف. انطيني شي اللي سوونا اياه من محافظ صلاح الدين القبله وهذا الجديد، كل شيء ما اعطونا. قطع الاراضي خير جماعه المستلم، خلي يقول انا استلمت. انا من 2016 15 قدمت الا بعت الوصل، يلا طلعت وطلعت بارقى مكان بصلاح الدين بالقادسيه طلعت. ليش؟ لان ربحهم مشوها. بعت الوصل لمن؟ ما اعرف والله، واحد اشتراه بس هي موجوده بالقادسيه، روح طلعها بالبلديه يطلع لك اياها. هسه انا من تبيع الوضع احنا قاعد تحكي وياه هو راح يلا يجي تشارك. يعني مدير تقاعد ما يصحى يطلع علينا احنا جرحى وضحينا، والله رجلينا قسما بالله جايفه. هاي اثنين واني وحده فقط. بالبدايه لش كر قناه صلاح الدين جت على جرحى مصلاح الدين، والله يا استاذ كل شيء ما استلمنا، لا قطع اراضي لا شدوا لنا الخطوره، كل المحافظات شدوا الخطوره بس صلاح الدين. وانا عندي بتر فوق الركبه، يعني ساي رجلي من يعوضها؟ لو ملك الدنيا ما حد يعوضها، وما حصلنا حقوق. الريد مجرد ايش يضيفون الخطوره، وهذا يعني ابسط ما يكون. والاطراف، اطراف والله انا وجبه الخامسه صار تقريبا من 2015 وماكو كل شيء هسه. وهذه رجلي يمكن صار لها بالخمس سنين لابسها.
وفي خيارات التماسك المجتمعي عقدت بتكريت الجلسة الختامية لمبادرة الشباب والسلام ضمن مشروع تعزيز دور النساء والشباب في التماسك الاجتماعي وبناء السلام المدعوم من برنامج الأمم المتحدة المائي في العراق، والهدف إلى تمكين المرأة والشباب وضمان حقوقهم. الندوة انتهت بمخرجات أكدت على أهمية سبل مكافحة الابتزاز الإلكتروني والمخدرات، وأن تؤدي الأطراف الفاعلة دورها في بث روح السلام مجتمعيا. هذا اليوم في محافظة صلاح الدين وتحديدا في تكريت المحبة والسلام تقام أعمال الجلسة الختامية لمشروع تعزيز السلم والأمن لدى الشباب في المحافظة، الذي يقام بدعم وإشراف من منظمة UNDP وبالشراكة مع السفارة الكندية والحكومة الدنماركية وكذلك فريق شباب صلاح الدين ومنظمة حوالي الإغاثة. هذا المزيج بين الخبرات العالمية والخبرات المحلية العراقية يمثل حلقة مهمة في تعزيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم وتوضيح مفهوم الأمن والسلم الذي يشغل حيزا كبيرا في داخل مفاصل الشعب العراقي، وكيف لا ونحن خرجنا من حروب كثيرة عانى ما عانى منها الشعب وفقدنا الكثير من الشباب، ولكن الأمل موجود. الشباب العراقي قادر على تحقيق الإنجازات، فنحن نحتفل بفوز الشباب العراقيين في الأولمبياد بحصولهم على الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية، وكذلك نحتفل هنا في صلاح الدين بأننا أن المحافظة تمتلك شباب واعي قادر طموح يحب السلام والخير. برعاية برنامج الأمم المتحدة المائي في العراق UNDP وبالشراكة مع منظمة حوالي الإغاثة والتنمية وبتنفيذ من فريق شباب صلاح الدين للسلام، عقدت في مدينة تكريت لهذا اليوم الجلسة الختامية لمبادرة الشباب والسلام، والتي نوقشت من خلالها المخرجات المجتمعية التي تم توصيتها عن طريق الشباب والنساء في الورش المجتمعية التي عقدت سابقا ضمن مبادرة الشباب والسلام. الجلسة كانت برئاسة الحقوقي زهير الزهوان معاون المحافظ للشؤون الأمنية، وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية وشيوخ عشائر ونشطاء من المجتمع المدني وكذلك منظمات محلية فاعلة. فريق شباب صلاح الدين للسلام نعمل على برنامج تماسك المجتمع منذ 2020 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. عملنا من خلال في سنة 2024 على مبادرة 2250 لتعزيز التماسك المجتمعي للشباب وإدماجهم في بناء السلام. هذا القرار الأممي الذي يعمل على تعزيز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار. عملنا عدة ورش في قضاء العلم وتكريت وضلوعية، واستهدفنا من خلالها كافة أقضية صلاح الدين. تكلمنا في هذه الورشات عن المخدرات وعن الابتزاز الإلكتروني وعن بناء السلام وتطوير قدرات الشباب. حقيقة اليوم احنا شاركنا بهاي الورشة اللي تعتبر من أنجح الورش التوعوية للشباب ودور المرأة والسلام اللي يطمحون إلى شبابنا وكيفية إيصالهم وإشراكهم بكل جوانب الحياة. الشباب هم جزء كبير من حياتنا اليومية ومن مستقبل بلدنا، لأن اليوم احنا إذا أردنا أنه نحقق استقرار ومستقبل لمحافظتنا ولبلدنا لابد لنا أن نضمن كسب شبابنا لهذا المشاريع الحيوية. اليوم أنا سعيد جدا بهذا الورشة اللي تعد من ورش مهمة. شكرا للشباب اللي داعمين وواقفين على إنجاح هذه الورشة والذين يعملون طيلة أيام متعددة في كل أقضية المحافظة. حقيقة اليوم احنا هنا تواجدنا في هذه الورشة الجميلة التي قام بها الشباب أصدقاء السلام بالتنسيق مع منظمة UNDP وبترتيب أيضا من اللجنة المحلية في محافظة صلاح الدين المختصة بالتطرف والإرهاب ومكافحة الإرهاب العفوي. فاليوم هذا الجلسة اللي موجودين بها احنا حقيقة كانت رائعة جدا، المشاركة كانت على أعلى مستوى،
هنالك وجود لشيوخ العشائر، هنالك وجود لدور للمرأة وللشباب أيضا، والدوائر الحكومية أيضا المختصة في هذا الموضوع متواجدين. وفي البرنامج الشبابي، حطت لجنة تحكيم مسابقة شعر شباب العراق رحالها بقصر الثقافة بقضاء تكريت. وتهدف المسابقة التي رعتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بيت الشعر العراقي إلى تأهيل عدد من الشعراء للمنافسة مع شعراء آخرين في بغداد، لاختيار 6 فائزين للمشاركة بمسابقة شعر العرب. ورغم المشاركة الخجولة لشعراء المحافظة، إلا أن اللجنة شهدت بإمكانية الشعراء متوقعة فوز 2 منهم وتأهلهم للمشاركة العربية. نحن جئنا ممثلين لوزارة الشباب وبيت الشعر العراقي في محكمين لجائزة شاعر شباب العراق الذي سيؤهل 6 من الشعراء إلى شاعر شباب العرب. مررنا بالمحافظات ديالى، كركوك، والموصل، وجئنا إلى صلاح الدين تكريت لكي نرى الشعراء ونختبرهم. وحقيقة كانوا شعراء راعي، اخترنا منهم أو على الأقل بالنسبة لي أعجبنا شاعران رائعان من الشرقاط. لم يكن العدد كبيرا حقيقة، لا أدري، ربما بسبب الإعلان، عدم وصول الإعلان إلى عدد كبير من الشعراء، لكن بالنسبة لي يكفينا شاعران مهمان، وأعتقد أنهما سينافسان في التصفيات. والحمد لله كان الحضور لا بأس به، ومجموعة من الشعراء الممتازين الشباب بحضور أساتذة كبار أكيد يعني يتثموا عناء السفر من الموصل إلى تكريت إلى كركوك. تشرفنا اليوم بلقائهم اليوم، وكان تجمع جميل، وإن شاء الله نخرج بحصيلة ممتازة تخدم هذه الشريحة. وإن شاء الله مدير الشباب رضا صلاح الدين تكون حاضرة في كل المنتديات وحاضرة في كل المباني وكل القاعات بخدمة الشباب. الحقيقة جائزة شاعر شباب العراق هي جائزة انطلقت بالتعاون بين بيت الشعر العراقي ووزارة الشباب والرياضة، وهي جائزة مؤهلة لجائزة شاعر شباب العرب. الفكرة منها أنه الذهاب إلى المحافظات ومحاولة اللقاء بشعراء الشباب وحضور المنافسات والتحكيم بينهم للوقوف على أهم المواهب الشعرية. اليوم نحن في صلاح الدين الحقيقة في حضور نخبة من الشعراء، وإن كان عددهم قليل لكن أيضا كان الأخوة في مديرية الشباب والرياضة، وسيد مدير الشباب والرياضة وسيد مدير هذا القصر يعني، والأخوة أيضا الحضور الآخرون كان لهم الحقيقة حضور مؤثر ودعم، وانتظرونا أكثر من ساعة تقريبا، لأنه نحن جئنا من الموصل، كان موعد الساعة 4 واضطررنا يعني الطريق الحقيقة والأشياء كثيرة عاقت وصولنا في الوقت المناسب. لكن إجمالا يعني ما جرى اليوم، سمعنا طاقات شعرية ممتازة، شباب واعدين وراسخين في الشعر، وهؤلاء هم من نحن من نبحث عنهم، هؤلاء من نراهن عليهم في المستقبل، هؤلاء من نبني عليهم تصورنا للمستقبل الأدبي في العراق. لن نيأس من وجود جيل شعري ما دام مثل هؤلاء الشباب موجودون. طبعا وجدنا نظرائهم في المحافظات الأخرى، في الموصل وفي كركوك وفي ديالى وفي النجف وكربلاء والديوانية وغيرها المحافظات، وهذا اللي يعطينا الأمل في أننا يعني لن يمر بنا يوم دون أن يكون لدينا أدب نتشرف به ونفخر به، والحقيقة هو أدب ينافس أعلى الآداب العالمية. وإلى ركيزة مجتمعية مهمة، حيث اختتمت بجامع التابعين في قضاء ضلوعية الدورة الصيفية لتعليم تلاوة القرآن الكريم وحفظه. الحفل الذي شهد تخرج أكثر من 200 طالب أكد القائمون عليه أهمية الدورات في تقويم سلوك الشباب الصغار وتعليمهم سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كمنهج الحياة للخلاص من شتات الحياة. وليد علاء والتفاصيل.
احتضن جامع التابعين في الضلوعية محفل تخرج حفظة وقراء القرآن الكريم ضمن دورة صيفية شملت نحو 200 طالب بأعمار صغيرة، تلقوا فيها سلسلة من الدروس والتوجيهات القرآنية والفقهية لفترة امتدت لنحو شهرين. ويقول القائمون على هذا البرنامج الاحتفالي أن الحلقات التعليمية التي مر بها الطلبة تبني شخصية متنورة وواعية لها القدرة على المنافسة في المحافل، ما يؤثر على مستوى النهوض بالأفراد والمجتمع المسلم، تنمية لأساليب التفكير الإيجابي وأنماطه وكسبه منهجية علمية سليمة في القراءة والتحليل والاستذكار. الدورة هذه سنويا مع نهاية الموسم الدراسي في جميع المساجد ومن ضمنها جامع التابعين نقوم بدورات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أيضا السنة النبوية وبعض الآداب العامة. تستمر الدورات ما لا يقل عن شهرين إلى 3 أشهر، يعني فترة الصيف كاملة. هناك دعم فقط من الوقف، دعم معنوي ودعم أيضا في قضايا إرشادية وتوزيع الشهادات التقديرية أيضا. كيف تكون قرآنا يمشي على الأرض أدبا وسلوكا ومبدأ ساميا وتفكيرا منتجا؟ محاضرة لمرشدين استمع الطلبة من خلالها إلى أهم الإرشادات والتوصيات والنصائح لبناء جيل يفقه الثقافة الإسلامية ويعمل بها ويبتعد عن اللهو واللعب الإلكتروني وعالم المنصات المختلفة. وجاهدهم به جهاد كبيرة، أي يلزمهم يا محمد بأن يقرأوا القرآن وأن يعملوا به وأن يحكموه في جميع تصرفاتهم. قال حافظ القرآن ينبغي أن يراه الناس قرآنا يمشي على الأرض في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله. لا فائدة من رجل يحفظ القرآن ثم تصرفاته بعيدة كل البعد عن القرآن وعن ما أمر به الله في هذا القرآن الكريم. درسنا في جامعة التابعين الحفظ القرآن الكريم وتفسيره وأيضا أحكام التلاوة، ودرسنا أيضا مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، وتعلمنا أيضا الكثير من الآداب منها عدم الجلوس في الطرقات، احترام الكبير وغيرها من الآداب. بفضل الله تعالى تخرجنا من دورة القرآن الكريم وإحنا جاهزين لمسابقات قرآنية، وتعلمنا من القرآن الكريم هواة أشياء مثل أن نحترم الكبير والصغير. وتكتشف في مثل هذه الدورات القرآنية التي تضع الضوابط والشروط الدقيقة وتقدم الحوافز التكريمية والألقاب العلمية العديدة من المواهب الصوتية والإمكانيات الفريدة على الحفظ والتلاوة بإتقان وتحريك لغوي يعطي الكتاب العظيم حقه. لقراء صغار سيكون لهم شأنا في المستقبل. وتحظى الضلوعية بأساتذة ومتخصصين في العلوم القرآنية والفقه يثبتون الوجود في دور العبادة ودعم هكذا برامج تدريبية للبراعم. من الضلوعية وليد علاء، صلاح الدين. وإلى بغداد، حيث رحى الخلاف السياسي لم تعد في أروقة البرلمان والمحافظات، بل بدأت تلامس المشروع الخدمي الحكومي، وهو ما حددته ملامح العتب حد الاستياء الذي أعرب عنه رئيس الحكومة الاتحادية محمد الشيع السوداني من قيام أطراف لم يسمها بتشويه عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري عبر التشويش الإعلامي، فيما أكد أن هناك تجديدا على محاسبة المبتزين ومن يستغلون مواقعهم الوظيفية. وقال السوداني في كلمة متلفزة أن الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وأصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين في هذا الملف، ومواصلة العمل لمحاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية. ودعا القوى السياسية للتحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته، مشيرا إلى تحقيق خطوات مهمة بملف قوات التحالف الدولي. انطلقت حكومتنا في قراءة دقيقة وواقعية لأهم المطالب والضروريات التي تحكم العلاقة بين المواطن وحكومته،
وصغنا مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الملف الأهم وهو مكافحة الفساد، مستندة إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارة الدولة وعموم القوى السياسية الوطنية. وبدأنا العمل بهمة ونشاط في إطار معركة استعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله، وتعددت مفردات العمل الدؤوب في كل مفصل إداري أو خدمي أو اقتصادي، وفي مشاريع البنى التحتية. انطلاقاً من الأولويات، فعالجنا أوضاع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بشمول 961 ألف أسرة جديدة وأكثر من 7.5 مليون سلة غذائية شهرية ضمن مفردات البطاقة التموينية، وأكثر من 2 مليون طالب شملوا بالمنحة الطلابية، وأكثر من 372 ألف راتب للمعين المتفرغ. بينما انطلقنا في حملة لتوفير المباني المدرسية في مختلف المستويات والمسارات لننجز أكثر من 500 مبنى جديد، إلى جانب ترميم وصيانة الآلاف من المباني الأخرى. لقد واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد، بينما كانت قد بادرت إلى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومنحت هذا الملف الأهمية القصوى حتى في العلاقات مع الدول الأخرى. ونشدد على أن الحكومة تتقدم كل السلطات الدستورية في التصدي ومحاسبة أي انتهاز للموقع الوظيفي يسعى إلى الابتزاز أو مخالفة القانون على أي مستوى كان، ولن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون. ونستثمر هذه المناسبة لنؤكد على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب، إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، ونصطف دائما إلى جانب خيارات شعبنا وما تمثله الأغلبية الدستورية داخل المجلس الموقر. وأن الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة اتخاذ القرار وزيادة الفاعلية الحكومية واستجابة الوزارات وأجهزة الدولة بشكل أكثر كفاءة لما يريده الشعب العراقي، وبدأ يرى نتائجه المبشرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذات الملف، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أهمية توحيد الصف والعمل الوطني المشترك من أجل تعزيز أمن العراق واستقراره وتحقيق تطلعات المواطنين بالارتقاء بالمستوى المعاشي والخدمي، واتفق على المضي في خطط الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ودعم القطاع الخاص واستكمال البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية. وأكد الرئيسان أهمية حسم الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز دور السلطة التشريعية في مجال الرقابة والتشريع والتكامل في العمل مع السلطة التنفيذية. وفي ملف ذي صلة بمستلزمات الاستقرار، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني دعوته لعقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات، موجها لشمول حالات الإخبار عن جرائم المخدرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا خصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق بحضور وزراء الداخلية والصحة والعدل ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري
كل شهرين لمتابعة تنفيذ ومراجعة القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن. واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين وانفتاح الحكومة على جميع المنظمات والناشطين وكل الجهات التي يهمها حماية أبناء العراق من خطر المخدرات. وفي معادلات التوازن في المسؤوليات، استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين إلينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق. وخلال اللقاء الذي حضره ستيفن بينر القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، أشارت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلى نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد والتي كان لها تأثير كبير على رؤية الأطراف السياسية العراقية وخلق مناخ إيجابي للتعامل مع القضايا المختلفة. كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وانتخابات برلمان كردستان المقررة في شهر تشرين الأول المقبل وضرورة إجراء الحملات الانتخابية في أجواء حرة وبعيدة عن التوترات. وكان بقاء قوات التحالف الدولي في العراق والتهديدات الإرهابية على العراق والمنطقة محاور أخرى للقاء. وأكد الرئيس مسعود بارزاني أن السبيل الأفضل لإنهاء الخلافات هو اللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الحكومتين الاتحادية وأقليم كردستان. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية ضم فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد ومحمد تميم نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط وطيف سامي وزيرة المالية العراقية وحميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وعلي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية من وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والنفط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية العراقية. وعبر بارزاني عن ترحيبه الحافل بالوفد وأعرب عن أمله في أن تكون لهذه الزيارة واللقاءات نتائج إيجابية لمصلحة كل العراق وأقليم كردستان. وشدد على أن السبيل الأفضل لإنهاء الخلافات هو اللجوء إلى الحوار والتفاهم بين حكومتي بغداد وأربيل. وفي النتائج المهمة على الأرض، أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة للوصول إلى حلول لرواتب موظفي الإقليم والمنافذ الحدودية والسياسات الجمركية والضريبية. ووصفت المباحثات بفرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة. وأشارت بالوقت ذاته لأن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد. وفي صفحة مهمة من التكامل العربي، أكد سفير الجمهورية التونسية في بغداد شكري اللطيف ونقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين العراق وتونس وخاصة في المجالات العالمية والثقافية لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال زيارة السفير التونسي إلى نقابة الصحفيين العراقيين ولقائه نقيب الصحفيين العراقيين وأعضاء مجلس النقابة. وعبر السفير التونسي عن سعادته وإعجابه بالدور الفاعل والمهم الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين على الصعيد المحلي والعربي والدولي كونها تحظى بعلاقات متميزة ذات أثر كبير وبما ينعكس إيجابيا على واقع الإعلام العربي بشكل عام. من جانبه قدم اللامي شكره وتقديره باسم الأسرة الصحفية العراقية للحكومة التونسية على قرارها المتمثل بإلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس للعراقيين مؤكدا أن هذا القرار محط تقدير واعتزاز الحكومة والشعب العراقي.
وفي ملف يشغل دوائر صنع القرار في العراق، قرر القضاء العراقي توقيف 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين بسرقة القرن نور زهير وهيثم الجبوري، وحدد موعدا جديدا لمحاكمتهما. وقال النائب مصطفى سند في مقطع مصور من أروقة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن المتهمين وكالعادة لم يحضرا موعد جلسة المرافعة، بينما تم إرسال الوكلاء المخفورين إلى محكمة جنح الكرخ. وأشار إلى 21 من الشهر المقبل موعدا للمرافعة القادمة في إجراءات تستغرق شهرا حتى تنشر في الجريدة، وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول. كالعادة ما حضر المتهم نور زهير، كذلك لم يحضر المتهم هيثم الجبوري اللي صادفت نفس اليوم موعد مرافعته. تم إيقاف الكفلاء الستة، 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري، وإرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ. تم تحديد موعد 21/11 للمرافعة القادمة. تسألني ليش هيك موعد بعيد؟ لأنه هناك إجراءات تستغرق شهر للنشر فيها الجريدة لإعمام التبليغ، هذه إجراءات قانونية، بعدها سيتم إصدار أمر القبض وإجراءات النشرة الحمراء في الإنتربول. دعاوى تستحق المتابعة، تعرفون دوم بلدنا إذا ما تابع معاملتك البسيطة تضيع. كيف في ملف مهم يسمى سرقة القرن؟ حياتي مصطفى سند. وفي الملف ذاته عد النائب ثائر الجبوري بأن المتهم نور زهير مجرد عربة لتحميل الأموال لصالح جهة فاسدة، وهناك الكثير من الخفايا التي يراد أن لا تصل إلى الرأي العام. وتساءل من هو نور زهير ليتمكن من سرقة تريليونات الدنانير في وضح النهار دون وجود قوى تدعمه وتوفر الحماية له، مؤكدا بأن منحه الكفالة والسفر خارج البلاد وممارسة حياته بشكل طبيعي أثارت علامات استفهام كبيرة، في حين أن هناك متهمين بقضايا بسيطة يجري توقيفهم ولا يمنح أي قدرة على السفر إلا بعد إصدار الأحكام بحقهم. أشار إلى أن استضافة مدير هيئة النزاهة في البرلمان ضرورية من أجل كشف حقيقة ملف المتهم نور زهير الذي يعيش مرفها خارج البلاد ولم يحضر إلى موعد محاكمته قبل أسبوعين. وفي ملف آخر جدلي، أكد عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية ياسر الحسيني أن اللجنة ستستضيف المسؤولين في هيئة الحج والعمرة لمناقشة الشكاوى الخاصة بقرعة الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه في حال ثبت وجود تقصير سيتم إعادة سحب القرعة تحت إشراف مجلس النواب. وقال الحسيني أن لجنة الأوقاف النيابية تسلمت الكثير من الشكاوى بخصوص قرعة الحج للأعوام الثلاثة المقبلة، وبناء على ذلك قررت اللجنة استضافة المسؤولين في الهيئة للوقوف على ملابسات القضية ومعرفة الآلية التي اعتمدتها الهيئة في اختيار أسماء المتقدمين. ولفت إلى أن اللجنة ستستضيف المسؤولين في الهيئة في الأسبوع المقبل، وإذا ثبت وجود تقصير وتلاعب في نتائج القرعة سيتم اتخاذ قرار بإعادة القرعة وبإشراف مجلس النواب وإعلان النتائج بشكل مباشر أمام الرأي العام. وفي ملف ذي صلة بالمخالفات، نظم موظفو صحة محافظة النجف وقفة احتجاجية بعد سرقة 4000 قطعة سكنية كانوا قد دفعوا مقابلها 3,250,000 دينار لكل قطعة، مطالبين القضاء التدخل لإنصافهم واستعادة حقهم المسلوب. نحن اليوم شريحة أبطال خط الصد الأول في دائرة صحة النجف، هذه الوقفة تضامنية مع القضاء العراقي العادل، وكلنا إيمان بعدالة هذا القضاء من أجل إنصاف وأحقية والوقوف على أحقية قطع الأراضي الممنوحة للصد الأول، وكلنا إيمان بعدالة هذا القضاء. واليوم نناشد القضاء العراقي بإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي لا يخفى عليكم وعلى المجتمع أنه كان لها في يوم من الأيام دور مشرف في الوقوف أمام أعتى جائحة في التاريخ والتضحية بأنفسهم وعوائلهم من أجل أبناء مدينة أمير المؤمنين، وبعد أن تم منحهم قطع أراضي من قبل أمانة مجلس الوزراء طالتها يد الفساد وتحولت هذه من أراضي سكنية إلى استثمار. من هذا المنبر ومن هذا المكان نطالب رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء بالذات السيد محمد الشاع السوداني
والقضاء العادل بإيجاد حل إنه، لأن إحنا أبطال الصد الأول الممرضين والكوادر التمريضية والأطباء والصيادلة والكوادر الخدمية كافة انسرقت أراضينا في ليلة وضحاها اللي عددها تقريبا 4000 عرصة اللي هي طبعا انطونا بها أرقام وأخذوا بدل نقدي بمكانها، والمحافظة الوحيدة اللي هي أخذت البدل النقدي. احنا نطالب القضاء العادل، قضاء المحكمة الإدارية في بغداد انه ترجع قطع أراضينا، وهذا القطع الأراضي الحزام الأخضر تحول جنسه من الحزام الأخضر إلى الصد الأول وليس للاستثمار. نحن فل من الصيادلة والأطباء والمهن الصحية والتمريضين والإداريين، كلنا نتوسم كل الخير في هذه المحكمة، محكمة القضاء العادل. نعم نعم للقضاء، نعم نعم للقضاء، نعم نعم للقضاء، نعم نعم للقضاء. وفي العمل الميداني تمكنت الشرطة الاتحادية من القبض على عصابة مكونة من 5 متهمين، بينهم امرأتين متخصصة بجرائم التسليب والمتاجرة بالمخدرات والدكات العشائرية، بعد متابعة لتحركاتهم ونصب كمين محكم لهم في منطقة 7 قصور شرقي بغداد. إلى ذلك ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على إرهابي يعمل بمنصب عسكري في عصابات داعش ضمن محافظة بابل، وأضاف أنه بعملية منفصلة تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك، مؤكدا أن أبطال الجهاز في مختلف قواطع المسؤولية ينفذون عمليات يومية احترافية ضد عصابات داعش الإرهابي. ولأن الأرقام العراقية غالبا ما تشكل صدمة للمتلقي، أظهرت إحصائيات وصول نسبة الأمية بين العراقيات إلى 21% مقابل 12% لدى الرجال، فيما استقبلت مراكز محو الأمية أكثر من 2 مليون طالب منذ عام 2011 وحتى الآن وفقا لوزارة التربية العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية في 8 أيلول الجاري. اللافت بهذه المناسبة ما أعلنه رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مزاحم جاسم عن وصول عدد الموظفين الذين التحقوا بمراكز محو الأمية إلى أكثر من 30,000 موظف. وفي نشرتنا بعد الفاصل، مسرور بارزاني يتلقى دعوة لحضور القمة العالمية للمناخ المزمع عقدها في العاصمة الأذربيجانية، والدفاع التركي تعلن تدمير 21 هدفا للبككة داخل حدود إقليم كردستان في عملية جوية. بعد فوزه بنسبة 95%، عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية. الكرملين معلقا على تقرير عن إمدادات الصواريخ من إيران، طهران شريكة لروسيا. وارتفاع عدد ضحايا صارياغي إلى 200 بين قتيل وجريح ومفقود، وانهيار جسور في أسوأ عاصفة تضرب فيتنام. إلى التفاصيل مجدداً، أهلا بكم. استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف، وخلال اللقاء نقل السفير تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلى رئيس الحكومة ووجه له دعوة لحضور القمة العالمية للمناخ COP29 المزمع عقدها في العاصمة الأذربيجانية باكو في تشرين الثاني المقبل من العام الجاري. كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى خطوات فتح القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في الإقليم وبدء تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وأربيل. وأكد رئيس الحكومة حرص إقليم كردستان على تعزيز علاقاته مع جمهورية أذربيجان.
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 21 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور داخل حدود إقليم كردستان في عملية جوية. وقالت الوزارة في بيان أن طيران الجيش التركي دمر 21 هدفا للحزب في قنديل وأمتين وخوغا كوريك وغارا داخل حدود إقليم كردستان. أضافت أن تلك الأهداف ضمت كهوفا ومخابئا يختبئ فيها قيادات وكوادر البككة. وتستخدم أنقرة مصطلح تحييد للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها. ويتخذ عناصر البككة من جبال قنديل والمناطق الحدودية الوعرة داخل أقليم كردستان وبعض مناطق أربيل وسهل نينوى والسليمانية ودهوك النائية معقلا له، وينشط مسلحوه في تلك المناطق ويشنون منها هجمات على الداخل التركي، كما يفرضون ضرائب وأتوات على سكان المنطقة. أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إعادة انتخاب الرئيس المنتهي ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات. وقال محمد شرفي أنه من أصل 5,630,000 صوت مسجل حصل تبون على 5,320,000 صوت، أي ما يعادل نسبة 94.65% من الأصوات خلال عملية الاقتراع التي جرت السبت. المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. قال الكرملين إن إيران شريكة لروسيا وأن البلدين يطوران الحوار في جميع المجالات، وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير للصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن طهران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى موسكو. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ذكر أنه اطلع على هذا التقرير، لكن ليس كل ما ينشر صحيح. وأضاف للصحفيين: إيران شريك مهم لنا، ونحن نعمل على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونطور تعاوننا وحوارنا في جميع المجالات الممكنة، ومنها المجالات الأكثر حساسية. وزاد التقارب بين طهران وموسكو منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط 2022، إذ تزود إيران الجيش الروسي بطائرات مسيرة من طراز شاهد. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن التقارير الواردة عن نقل إيران صواريخ إلى روسيا هي حرب نفسية. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن نقل إيران أي صواريخ باليستية إلى روسيا سيكون بمثابة تصعيد كبير في الحرب الدائرة في أوكرانيا. ارتفع عدد ضحايا إعصار ياغي الذي اجتاح فيتنام إلى ما لا يقل عن 35 قتيلا و24 مفقودا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 170 شخصا، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية. ورغم تراجع قوة الإعصار، حذرت السلطات ووكالة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار وحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. ووصف المسؤولون في فيتنام إعصار ياغي بأنه من بين أقوى الأعاصير التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير، حيث تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 5,700,000 شخص في شمال البلاد، كما ألحق أضرارا جسيمة بالأراضي الزراعية الحيوية التي تقدر مساحتها بنحو 116,000 هكتار، وهي تزرع في الغالب بالأرز والفواكه. وبحسب مسؤول في قسم النقل في محافظة فوهتو، فقد انهار جسر أساسي في المحافظة، وهو جسر عادة يكون مزدحما، مضيفا أنه لن تتوفر بعد تقارير عن الضحايا. تذكير بأهم العناوين: محافظ صلاح الدين يلتقي وزير الداخلية في سامراء لتأمين أجواء ومتطلبات زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. السوداني يشكو التشويش السياسي على خطط الحكومة بمحاربة الفساد ويدعو إلى تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات. بارزاني ورومانوسكي يناقشان انتخابات الإقليم ومستقبل التحالف الدولي. واعتقال المكفلين بسرقة القرن قبل نشرة الانتربول الحمراء.
الأوقاف النيابية تلوح لإعادة قرعة الحج بعد تأشير مخالفات. الكشف عن 30,000 موظف أمي في العراق. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.